خليني اقول لكم الخبر الاسعد اللي احنا كلنا كنا منتظرينه. تلقى النادي الاهلي منذ قليل خطاب يفيد بالمشاركه الرسميه في فبراير 2023 في كاس العالم للانديه والتي ستقام بالمغرب ان شاء الله ممثلا عن قاره افريقيا. وزي ما قلنا ما ينفعش كاس العالم من غير النادي الاهلي. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف آراء محللنا الكبار في أحداث الشوط الأول. انتظرونا.